مع توسع الأحياء خارج الأسوار أنشئ هنا حي المسكوبية. هذا الحي الذي كان طابعه طابعا روسيا، أقيمت فيه كنيسة روسية منذ عام 1863، وأقيمت فيه مبان متعددة استخدمت في زمن الانتداب البريطاني كمقر للحاكم العسكر البريطاني. وحينما احتلت إسرائيل هذا الجزء من هذا المكان حولته إلى أماكن للتحقيق وحولته أيضا إلى محاكم، ولكن طابع هذا الحي ما زال موجودا كما هو حتى يومنا الحاضر.